أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات
يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قد قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يأكلن ما قد قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. صدق الله العظيم.